في علاقة بشكل عام يبدو بين بداية كل سورة ونهايتها، في هناك يعني وسبق لفتنا الانتباه إلى مفسر اللي هو البقاعي، برهان الدين البقاعي، وفاة 885 هجري، صاحب الدرر، مش هيك؟ اللي هو في تناسب الآيات والسور، نظم الدرر، نظم الدرر في تناسب، كان يهتم بالتناسب القائم بين الآيات والسور. له عبارات دائما شو بيعمله؟ ما يسميه رد المقطع على المطلع، وهذا سبق لفت انتباه بس لابد لا إشكال في أنه نذكر، رد المقطع على المطلع يعني خاتمة السورة بردها على أولها وبشوف التناسب بين أولها وخاتمتها. ليش سمى مقطع آخر السورة؟ لأنها تنقطع السورة في الآخر ومطلع معروف مطلع السورة، فهو يرد يهتم برد المقطع نهاية السورة على المطلع اللي هو إيش؟ بداية السورة. برهان الدين البقاعي رحمه الله، وفاة طبعا واضح أنه من البقاع في الأصل، 885 هجري. طيب فإحنا بدنا شوية نأخذ البداية بس نأخذ أول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن هو سبق قلنا كتاب وهو قرآن، فهو كتاب من جهة كونه مكتوب، وهو قرآن من جهة كونه مقروء، ولكل واحد ميزة. ويبدو الأنبياء كلهم كانوا يأتوا لأقوامهم بالكتابة مش بس بالقراءة، لأنه على فكرة بدون الكتابة اللي بتنبني عليها القراءة من كتاب، مهما أخذ الإنسان من علوم بظل وضعه صعب في الفهم. الكتابة لها دور كبير على فكرة، والقراءة من المكتوب له دور كبير على فكرة في مسألة العلم. ولذلك الأنبياء من أول يوم أوتوا كتب، مش بس إنه تعاليم شفهوية، لأنه ممكن تعطي أنت التعاليم الشفهوية لأمي ويعيش 60-70 سنة وهو يتعلم من ألسنة الناس، ولكن بظل وضعه في الوعي مش تمام. وما فيش أمي أصلا في يوم من الأيام أتى لا في العصور القديمة ولا المعاصرة، مع أنه اليوم الأميين في البلاد في القرون المعاصرة بيسمعوا العلم بأشكال وألوان، يعني ممكن يصيروا علماء ما ولا واحد صار عالم، مع أنه ممكن يأخذ من التلفاز ومن الراديو ومن المشيك ومن هون ومن ابنه هو يدرس تفاصيل، ومن الناس اللي بيسمعها وعاش 100 سنة ما بصيرش عالم ما لم يقرأ ويكتب، تمام؟ ويقرأ من الكتابة من المكتوب، وهذه إلها تفاصيل في المسألة. ليش؟ شو هالسر هذا؟ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.